يعني بالأمان لا تتقدم، بالأمنية لا تتقدم، وإنما تتقدم بالعمل. وإذا عملت سوءا وعملت أنا سوءا، يعني شنو؟ يعني كسلت. طالب ذهب إلى المدرسة أو طالبة ذهبت إلى المدرسة وقضت وقتيهما في الأمان، ولم يحفظا ولم يدرسا ولم يثابرا ولم يباحثا ولم يسهرا، قد عمل سوء. من يعمل سوءا يجزى به. عملت أو عمل إنسان السوء بالكسل. فبالتالي من كبار تجار كان رايح إلى لندن وإلى نيويورك. كلكم تعلمون أن بريطانيا كانت تسمى بالعظمى، والآن بريطانيا صارت من الدول القسم الثاني الدرجة الثانية، وإنما أمريكا الآن الدولة الكبيرة في العالم، إما أكبر الدول أو أكبر الدولتين أو دولتين كبريان إحداهما أمريكا. هذا التاجر الكويتي صديقنا حفظه الله ويفهم كثيرا، كان رايح ثم رجع. زرته قبل شهرين أو ما أشبه، سألت منه لأن هو أهل هذا الشيء وأهل هذا النوع من التفاهم، قلت لماذا بريطانيا تأخرت وأمريكا تقدمت؟ بينما إلى 50 سنة قبل بريطانيا كانت العظمى والتي تطلع الشمس وتغرب الشمس على أملاكها كما يعبرونهم، وأمريكا كانت مجهولة في العالم ودولة عادية أو الدرجة الثانية أو الثالثة. قال الحقيقة هذا سؤالك أش سؤال، وإني شخصيا لاحظت هذا السؤال في سفرتي إلى هذين البلدين. قال إن البريطانية صار كسولا تنبلا، يأتي إلى محله الساعة 8 أو 9 التاجر والموظف والكاسب، ثم يشتغل إلى الساعة 1 بعد الظهر، ثم يذهب إلى داره لأكله ونومه وراحته، ثم يأتي الساعة 5 أو 4 مثلا ويبقى إلى 3 أو 4 ساعات، وثم يذهب إلى بيته أو السينما أو المقهى أو الملهى أو المطغى أو المخمر أو المخمر أو ما أشبه. وبالنتيجة الرجل البريطاني يشتغل يوميا بين 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات. قال ما إني ذهبت إلى أمريكا فرأيت أن الرجل الأمريكي يشتغل يوميا 11 ساعة، يعني يشتغل من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 6 ليلا. قال هذا المعدل، ومن الطبيعي أن إنسان يشتغل 6 ساعات أو 7 ساعات وإنسان يشتغل 11 ساعة. الإنسان الذي يشتغل 11 ساعة مقدم على الإنسان الذي يشتغل 6 ساعات أو 7 ساعات، مهما كان هذا عظيما ومهما كان ذلك حقيرا. هذا يتقدم على شيء طبيعي. ولا تصدق أن مهندسا يشتغل 6 ساعات ومهندس يشتغل 7 ساعات وكلاهما متساويان أبدا، ذاك أبو 7 ساعات مقدم على 6 ساعات. ألمانيا الغربية لما خرجت عن الحرب العالمية الثانية الشيخ يذكرون الحرب مباشرة، وأنا أذكرها لأن الحرب العالمية الثانية انتهت في سنة 45 وأنا رافقت الحرب وأنا طفل، لكن كنا نتتبع أخبار الحرب العالمية الثانية بالراديوات، تلفزيوننا في اليوم ماضي يعني في بلادنا ما كانت، وبالصحف دائما كانت أخبار الحرب العالمية الثانية. لما انتهت الحرب العالمية الثانية أصبحت ألمانيا كومة رماد وتراب. وأقرأوا أحوال هذه الحرب يا شباب الذين ما قرأتم أحوال هذه الحرب أو ما سمعتموها. خرجت ألمانيا عن الحرب كومة رماد وخرائب وحرائق وبحر.
لكن عمالها وتعلمون أن عمال ألمانيا ما يقارب من 30 مليون أو 35 مليون عامل ذاك اليوم أخذوا يشتغلون يوميا 12 ساعة من ساعات وزايد الحقيقة. قالوا هالأربع ساعات نتبرع بها لبناء بلادنا، من ساعات لبناء أنفسنا، يعني من ساعات لبناء داري، لبناء معملي، لبناء مصنعي، لبناء عائلتي، لبناء اقتصادي، لبناء شخصيتي. وكل عامل 35 مليون عامل قالوا هالأربع ساعات نشتغلها لبناء الكيان العام لمدينتنا. 35 مليون أربع ساعات، شوف ايش قدر يصير. وهؤلاء صرفوا هذا الشيء في المستشفيات والمصانع والمدارس والجامعات والجسور والأنهر والأبحر والحدائق وإلى آخر القائمة. وإذا الآن سنة 45، الآن 75، لنفرض كم سنة؟ 30 سنة، 33 سنة. وإذا ألمانيا أصبحت الدولة الثانية في العالم صناعية، وترى فلان بلد إسلامي 100 مليون، ولا نريد إهانة البلاد الإسلامية، وإنما هذا تحفيز لنا على العمل. 100 مليون وإنها متأخرة صناعياً وفكرياً وعملياً وثقافياً وديمقراطياً وأي شيء. هؤلاء خسارة وأولئك عمال، ودائماً العامل يتقدم على غير العامل. شو طبيعي هذا الأمر. الله في هذه الآية يذكرنا بهذه الحقيقة، بمقدار عملك تتقدم. إذا في دولة لنفرض 50,000 إنسان في الدوائر، وهؤلاء 50,000 إنسان في الدوائر أربع ساعات يشتغلون، وفي دولة 50,000 موظف في الدوائر يشتغلون 6 ساعات، أيهم يتقدمون؟ 6 ساعات في قضايا المنطقيين يقولون قضايا قياساتها معها، يعني أشياء بديهية، 2 ايش كثر؟ 4. هاي يسمى قضايا قياساتها معها. النار شنو؟ حارة. قضايا قياساتها معها. إنسان يشتغل 10 ساعات وإنسان يشتغل 8 ساعات، هذا اللي يشتغل 10 ساعات مقدم على ذاك تلقائيا وطبيعيا. ترى بالحوزتنا العلمية في النجف أو في كربلاء أو في قم أو في خراسان تجد 10,000، 5,000، 6,000 طالب علم ديني في هذه الحوزة، وإن رافقناها وأنتم رافقتموها. وإذا أخيراً بعد 20 سنة 5 منهم طلعوا مجتهدين بارعين، 6 منهم في الحوزة كانت 5,000، أين البقية؟ لا، هؤلاء الخمسة هم الذين اشتغلوا ليل نهار وصلوا. الله يرحم والدي كان يقول لي، ينبهني على أن لا أنام كثيراً. الله يرحم أولئك الآباء، مو بس أبي، آباء كلكم في الحقيقة، شلون كانوا طيبين وينصحون ويرشدون ويهدون ويريدون الخير. والدي كان يقول لمحمد، يقول لي خاطبني، يقول لي محمد أنا في أيام كنت طلبة أولاً أطالع في القمر، فلا تتوقف على المصباح حتى يكون أو ما يكون، لأنك اليوم تقرأ وكلكم تعلمون، فلا تتوقف على أن يكون مصباح كهربائي أو حتى المصباح النفسي، لكن لو ما عندنا مصابيح كهربائية أيضا في بيوتنا، مصابيح نفسية. يقول طالع في القمر ما يحتاج، وأنا كنت طالع بمثلك وأطالع في القمر. وكان يقول لي إني ما كنت أنام في أيام كنت طالب إلا 2.5 ساعة في 24 ساعة. طبيعي يطلع مش يضلل. ولكن الإنسان اللي ينام 10 ساعات 12 ساعة أو 8 ساعة وبعدين يروح يتفرش وواجه يتفرش على البحر وعلى النار وفي البستان وفي الكشك، هذا آخر شيء من أولئك 5,000 اللي ما طلعوا يشتغلوا. حياة بمقدار ما تعمل وأنت ربة بيت، الأخوات اللطيفة المسيحية،
وأنت موظف وأنت مدرس وأنت طالب وأنت تاجر وأنت كاسب. فجدنا التجار الحقيقة ما أدري الفكرة الغلط من أين عندنا حقيقة. نحن لا نراجع الإسلام إلا قليلا. يقول على أنه عفاف وكفاف، هذا غلط حاربه الإسلام. شنو عفاف وكفاف؟ يجب أن تكون لك 1,000,000,000 دينار الإسلام. بعد يقول ارفض. لماذا يقول لك الإسلام ارفض؟ لأن الإسلام يقول لك إذا أنت المسلم ما صار عندك 1,000,000,000 وفلان يهودي من عائلة روتشليد صار عند 2,000,000,000 هو غالب عليك. شو طبيعي؟ إذا أنت عندك من السلاح السيف وهو عنده البندقية غالب عليك. هذا يحتاج إلى الدراسة. طبيعي أن التاجر اليهودي التاجر الصليبي التاجر الفلاني كان أكثر مالا من تجار المسلمين بمقدار ماله وقوته يتقدم على المسلمين. ومثل أنصى المسلمون بقوا على الكفاف والعقاب في هذا المفهوم الغلق 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 الذي حاربه من رسول الله إلى الإمام المهدي حارب هذا المفهوم. الإسلام أراد أن يجعل الدنيا بيد المسلمين حتى يصلحوا. إذا انسحب المصلحون عن الحياة جاء المفسدون. هذا تلقائيا واضح. فرجلين اجمع المباحث في الكويت واجمع الشرطة في نفس تلك الليلة تكثر السرقات. شو هذا؟ خلي يعرف السراق في أي بلد أبو سارق؟ خلي يكون 100 سارق حاجة سراق. في أي بلد عرف السراق أنه لا أكو مباحث لا أكو دورية لا أكو نجدة لا أكو شرطة لا أكو شبان على الاصطلاح في كربلاء وما أشبه يسمون كثير من المباحث في الليل شبان. السراق إذا عرفوا ماكو هذا الشيء شنو يصير؟ تلقائيا السراق يأتون ويسرقون دكانك وبيتك ومخزن فلان ومحل فلان ومتجر فلان. إذا المصلحون وهم المسلمون الذين هم خير أمة أخرجت للناس انسحبوا عن ميدان التجارة عن ميدان العمل عن ميدان الصناعة عن ميادين السلاح عن ميادين التنظيم عن ميادين التكتيك عن ميادين التفكير. جاء مكانهم خبراء الأمريكان والإنجليز والروس والفرنسيين وما أشبه. حقيقة مو من المؤسف يا شباب اللي تقرأون الصحف والمجلات ويا كبار الذين أنتم مطلعون على هذه القضايا، نحن الآن 50 سنة في بلادنا آبار النفط التي تنير العالم، مع ذلك إذا بئرنا احترقت احتجنا إلى خبير أجنبي. هذا مو من المؤسف؟ 50 سنة ما تمكنا أن نصنع في بلادنا خضراء. وكلكم تعلمون لا تمر سنة إلا تحترق بئر من آبار البلاد الإسلامية، إما بئر العراق أو إيران أو مصر أو مصر وما كان له آبار جديدة صارت أو ليبيا أو الكويت أو أي بلد. احتراق شيء طبيعي مثل احتراق الكهرباء، حتى لنقول مو أنه تخريب، لا شيء طبيعي. لكن أي وقت أنا أذكر قبل 35 سنة احترقت بئر في احدى البلاد الاسلاميه وقالوا جاءوا ذلك اليوم بالخبير غربي. وذاك اليوم انا اذكر في كربلاء اجره العامل 100 فلس. وتعجبنا لما قالوا ان هذا الخبير، وهو خبير الماني كان ذاك اليوم، تعجبنا في الحقيقه احنا كنا جماعه قرانا بالصحف ان اجره هذا الخبير يوميه 4,000 دينار. حقيقة طارت عقولنا. بينما أجرة العامل في كربلاء ذاك اليوم 100 فلس. وأجرة الخبير 4,000 دينار ذاك اليوم. قلنا شنو 4,000 دينار؟ قالوا هذا الخبير بعد، لأن بئر النفط من الصعب الصعب إطفاؤها فأجرته كثير. لكن إلى الآن 50 سنة مع الخبراء. هذا معنى شنو؟ معنى أن المسلمين انسحبوا عن الميادين. لما انسحب المسلمون عن الميادين جاء غيرهم وسدوا مقامهم. شكرا في القرآن والتاريخ والروايات وأقوال الكبار والمصلحين أكو تأكيد على العمل.
اَيُّ عَمَلْ الْكَاسِبُ حَبِيبُ اللّٰهِ الْكَاسِبُ عَلَى عَيَالِهِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الْمَرْأَةُ الَّتِي تَعْمَلُ فِي الْبَيْتِ لَهَا اَجْرُ الشَّبِيبِ اَجْرُ الْمُجَاهِدِ في البيت تعملها لا حرب ولا صعوبة ولا دم ولا عفش ولا أي شيء، لكن هي تشتغل في البيت. الرسول الأمر صلى الله عليه وسلم قال جهاد المرأة بحسنك كبح تغسل الثوم بالغسالة، تطبخ بالكهرباء، تكنس البيت بالمكانس الكهربائية، مجاهدة في سبيل الله عز وجل. لماذا هذا الشيء؟ يا رسول الله القائل هذه الكلمة لأن الإسلام يريد العمل، يريد الركض، يريد الحركة. حقيقة لاحظوا هؤلاء الفلسطينيين، ولست أنا بسبيل مدح أو قدح، وإنما أنا أجيب بالأمثلة فقط. هؤلاء الفلسطينيين في الحقيقة لاحظوهم هذول الجماعة كلهم أنصار فتح وما فتح، مثل مليون إنسان، لكن يهزون العالم على قلتهم. غير البلاد اللي هم ساكنون فيها، الدنيا تخاف منهم، وكلهم تعرفون هذا الشيء. أي صحيفة من غارديان أو لوموند أو ما أدري تايمز أو أي شيء في الصفحات الأولى أخبار فلسطينية. أي صحيفة عربية أو غير عربية، تركية، باكستانية، إيرانية، تلاحظوها، كل مقالة موضوع غارديان فلسطيني. أي إذاعة تفتحها من البلاد العربية، الإسلامية، الغربية، الشرقية، موضوع فلسطين أبوي. لماذا؟ وهؤلاء كلكم تعلمون إلى قبل 15 سنة كان قبائلهم ذكر إطلاقا. الشر المفروض. قلت أنا لست في سبيل المدح أنا أوقات أبدا، وإنما أريد أن أبين مثال فقط. وكل هؤلاء مثل المليون الذين يشتغلون منهم أكثر. لكن تشوفون في أي بلد لهم كلام يحقق حول هؤلاء كثيرا من أصدقائنا المربوطين بهم ومن غير أصدقائنا ومن الصحف. في أي بلد حتى في الكويت لهم منظمات، هذه المنظمات مكلفة يا شباب اسمعوا، هذه المنظمات مكلفة. أي فلسطيني يشغلوه فلسطيني بلا شغل في كل الكويت هذا الشيء، روح أي فلسطيني عنده بنت أو ابن مكلف المنظمة أن يجعل بنته وابنه في المدرسة، ولهذا طفل فلسطيني مسيب ما في حقه. وأي فلسطيني ما عند إقامة المنظمات مكلفة بأن تطلع لها الإقامة، وأي فلسطيني ما عند مسكن المنظمات مكلفة بأن تحصل له مسكن، وأي فلسطيني حدثت له مشكلة المنظمة مكلفة بحل مشكلتها. فسكناه مؤمن ولا من يشتغل أيضا يجب عليه أن يشتغل ويتدرب بالسلاح ويحمل السلاح جبرا. أي واحد فقير مو موجود عندهم، شايف فقير فلسطيني؟ من الممكن شايف إنسان جاي على المسجد ويتقلب، لكن هذا مو فلسطيني على الأغلب. أنا ملاحظ هذول مو فلسطيني، غير فلسطيني، مو مالي لجيب أسامي، ما يخلوه أبدا، ما يخلي فقير ما عنده. مؤمن، وصلوا إلى وزارات، وصلوا إلى وكالات، وصلوا إلى سفارات. لماذا؟ لأن وراءه قوة دفع. وإنما المبعثرون يبقون، المبعثر يبقى. رأيت أنا شيء من هذا الرجل الذي قتلوه هنا واغتالوه على اليسير، في الحقيقة إني أشكره وأذكره، ولعلم الإخوان وبعض الشباب هم كانوا مباشرين لهذا الموضوع حتى يكون لعلمهم. قبل سنتين رأينا قرأنا في الجريدة وأنا هنا على أنه احتفال فلسطيني بفلان مناسبة في الكويت في يوم كذا من شهر كذا. أنا قلت لأصدقاء هذا يا يوم، قالوا هذا اليوم يصادف يوم عاشوراء، هم أيام القنبرة على أسلام المستوى من الخارج، مو أسامي إسلامية، ولهذا في الحقيقة أنا ما أعرفها.
كذريال يوم سيقدر يصير يوم مصادف يوم العاشوراء احتفال في يوم عاشوراء نعم ليس الواقع وفي بلدة الكويت التي تقيم شعار عاشوراء بشكل مدهش في الحقيقة ليس هذا الشيء قال ماذا صاير؟ قال كل شيء بسيط من هو مسؤول المنظمة في الكويت؟ قال رجل اسمه علي ياسين هذا تصمم على العاقل عن الباطل فقط لا أكثر ولا أقل علي ياسين إذا كان من الأصدقاء من يعرف علي ياسين؟ كلهم غير منا فانتدبنا ثلاثة من أصدقائنا قلنا لهم روحوا وقابلوه وتكلموا معه وقلوا أن هذا العمل يسيء إلى سمعتكم في يوم عاشوراء والناس مشغولين بالحسينيات والبكاء والإطعام والإغراضيات وحتى الإذاعة والتلفزيون تشترك والحكومة تشترك وأنتم تأخذون احتفالا ضخما في فلان ملعب هذا لا يناسب وأعلنتم عنه في الجرائد والمجلات لكن الأصدقاء راحوا لأن قالوا وجدناه رجل متواضع تكلمنا معه قال في الحقيقة احنا لا نعلم هذا الموضوع يعني لا نعلم أن هذا اليوم يصادف وفاة الحسين صلوات الله عليه واستشهاد الحسين وإلا نحن من الذين نسير على درب الحسين والآن أنا أصدر بيان بإظهار الاحتفال وأردف وقال مع العلم نحن عشرة آلاف فتاة وسعناها يعني عشرة آلاف إنسان دعوناهم نرغى الاحتفال وفي الحقيقة أنا رأيت شخصيا بعد يومين في الصحف علي ياسين يقول حيث أن هذا اليوم يصادف يوم شهادة الإمام الحسين وعلى تعبيره رضي الله عنه فقد ألغينا الاحتفال وأرجعناه إلى وقت آخر قلت للأصدقاء قلت شوفوا هذا الإنسان يفهم الإنسان الفاهم يتقدم في وقت إذا كان يقول أبدا رحنا احتفلنا وأخذنا ودعونا ووزعنا وهذا ما يصير كيف يصير كنا كل من يقيم العزاء كان يعاديهم بينما هو في موضوع عقلاني وهدوء وتفكير قال الغير الاحتفال لاجل الامام الحسين رضي الله عنه على عدد اعضائه الواقع الدنيا بالعمل وأي إنسان وأمة وامرأة ورجل وعالم وخطيب وشعب لم يعمل أتنفت فضولة أي أمان الله شوفوا الإنسان يأكل التمرة التمرة تؤكل لكن النواة لا تؤكل ماذا نصنع بالنواة؟ للفضالة خلاص لأن النواة مصالحة يجب أن تنفع الإنسان يجب أن يكون في مختلف حقول الحياة حقل الدين، حقل التجارة، حقل الدراسة، حقل الطب، حقل الهندسة، حقل الفلك، حقل الجغرافيا، حقل البحار كل الحقول إذا عملنا وعملنا 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 ذات مرة إني رأيت في تقرير في مجلة العربي قبل يمكن 6 شهور 8 شهور 10 سنة الماضي لأن أنا أتابع المجلات على الأغلب رأيت تقرير التقرير يقول إن القمر الاصطناعي الذي يذهب إلى أعالي الجو هذا القمر فيه 3 ملايين جزء براغي ويقول الأهم من هذا يقول إن كل جزء يجرب عليه 10,000 مرة حقيقة هذا مو مدهش 3 ملايين جزء وكل جزء يختبر مرة يختبر مرتين 3 مرات 4 مرات 10 مرات هل عندنا نحن اختبار 10 مرات لشيء؟ تعال لأن حاسب أن قلتنا 10 مرات تختبر الشيء يقول كل جزء من 3 ملايين يختبر كل جزء 10,000 مرة وقلت المصدر مجلة العربي مجلة العربي من يكتبر الشيء علمي جورفر لا شك في هذا هذا وصلوا إلى القمر حتى أني أذكر وأنتم أيها الشباب تذكرون وما تذكرون عن كل في وقت وصول رائد الفضاء على نفس القمر
قبل 8 سنوات قبل 9 سنوات تقريبا ووصلوا ارض القمر. اذكر ان كل الاذاعات ومن جمله انا كنت ذات اليوم ذكرت له وانا كنت اتكفى عن الموضوع باللحظه لحظه بلحظه. ومن هناك ينشر في كل اذاعات في نفس الوقت يقول وصلنا الى كذا صنعنا كذا نزلنا من المركبه وضعنا ارض القمر ويقول يقول كلمه كلمه بالحديث. فمن جمله اذكر انه قال ولعل كثير منكم سمعتم او قراتم في الجرائد والمجلات قال كان من المقرر لاحظوا اسمعوا قال كان من المقرر ان نصل ونطأ على القمر لنفرض في الساعه الخامسه مثلا اتماكن الساعه. قال إننا نعتذر أننا وطأنا أرض القمر في الخامسة إلا 30 ثانية. فكروا بالدقة 30 ثانية وثلاثين دقيقة نصف دقيقة. قال إننا نعتذر هو يقول باللغة الإنجليزية وأنا أسمع بعدين يترجم بالعربية وأنا أسمع. قال إننا نعتذر أننا وطأنا أرض القمر في الخامسة إلا 30 ثانية. من الأرض القمر موجه إلى القمر والفرق 30 ثانية. اسمعوا. وقال سبب اعتذاره قال السبب مو إحنا ولا المركبة وإنما السبب أن المكان المقرر نزولنا عليه مكان معين ونزل في القمر هذا المكان كان غير صالح للنزول فهذا في الدقيقة رحنا إلى مكان آخر ونزلنا عليه لا ثلاثين ثانية نفس الدقيقة طبيعي لازم لا ينجزه وتدرون شكون الإنسان يشتغلون في القمر الصناعي 300,000 إنسان 300,000 عالم يشتغلوا 300,000 عالم 3 ملايين جزء كل جزء يجرب 10,000 مرة. وأما تعال صديقنا المحترم ومحمد المتكلم أنا أجيك الساعة 5 ينتظر لك الساعة 5 صار 5:10 و5:15 و6:15 لماذا تأخر يا عمي؟ يضحك يقول إيه شوي انشغل ساعة من وقت الأخ أخذت أنت عمي كان وراء الساعة هيك بلاش. أما ذاك 30 ثانية يحسبها هذا من هاجر الإسلام كان واقع من هاجر وقائد العهد كان أمة لا تتقدم إلا بسبب وأمة لا تتأخر إلا بسبب. عبد الحليم محمود شيخ الأزهر رأيته في كتابه كتاب عندي موجود الآن في البيت ينقل عن رجل مستشرق اسمه ريبور اسمه المستشرق عبد الحليم محمود شيخ الأزهر ينقل عن رجل مستشرق اسمه ريبور رجل مسيحي هذا الرجل المسيحي العالم يقول اني اتعجب هل ان الكره الارضيه صغرت حتى قبضها المسلمون الاولون او ان الكره الارضيه صارت كورق فطووها. طيب يقول انا اتعجب المسلمون الاولون شلون هالشكل سيطروا على الحياه وسيطروا على الكره الارضيه وسيطروا على الكون. يقول انا اتعجب هل ان الكره الارضيه صورت حتى قبضها المسلمون. طوبى كره تتمكن تاخذها اما هل تتمكن ان تاخذ الكره الارضيه كلها. يقول انا اتعجب هذول شلون يتطوروا على الكره الارضيه. هل لأن الكرة الأرضية صغرت حتى أخذها المسلمون أو أنها صارت كالورق فطووها طي طي وأخذوها. هذا ما يذكره عبد الحليم محمود عن المستشرق ريبور. أنا علقت على هذه الكلمة تعليقا مني لا الكرة الأرضية صغرت ولا أنها طويت كالسطح لا هذا ولا ذا وكلكم تعلمون لا هذا ولا ذا.
فليبور أيضا ما يريد كحقيقة يقول هذا الكلمة، يريد ذات تعجبه. الجواب يا ليبور أن الكرة الأرضية ما صغرت بلاد المسلمين، ولا أن الأرض صارت كصفحة وطووها طي، وإنما إيمانهم عزمهم صدقهم عملهم تفانيهم توكلهم على الله امتثالهم لأوامر الله جعل الكرة الأرضية في يدهم مثل الكرة في الملعب. هذه الأشياء التي يفقدها كثرة من المسلمين اليوم. صحيح أننا نصلي لا شك، وصحيح أننا نصوم، لكن هل كلنا نصوم ونصلي؟ وهل كلنا في بلادنا ما في محرمات ومنكرات؟ وهل كلنا عندنا تلك العزيمة والفكر وذلك الإيمان والجهاد والمثابرة والصدق وبذل كل الطاقة في سبيل الله؟ أقول لكم قصة. الرسول آمن به، اسمعوا يا بنات واسمعوا يا شباب، الرسول آمن به في مكة جماعة. أحدهم شاب عمره ما يقارب 20 سنة واسمه عبد الله بن جحش. هذا الرجل آمن برسول الله وهو شاب في مكة. لا جزاه الله خيرا، آمن برسول الله في أي وقت؟ في وقت كل أهل مكة ضد الإسلام. أنت الآن يا شاب تأتي إلى المسجد وكل أهل المسجد يرحب بك، هذا مبخر ومبخر وجزاك الله خير. لكن في يوم كل أهل مكة ضد رسول الله، آمن برسول الله على الولد الشاب 20 سنة، الرسول قال له، هذا الرجل له قصص كثيرة، إني طيب قصة من قصصي أريد أقوله. الرجل قال له ادعو أهلك أيضا إلى الإسلام، ما دام أنت صرت مسلم وعرفت فضيلة الإسلام فادعو أهلك. جاء إلى داره. هل من الممكن تغيير الدين بسهولة؟ لكن هذا المسلم فعل المستحيل. الآن نقول لبعض شباب من أصدقائنا، جيبوا شبابكم الليلة كنا رايحين مع جماعة يوميتي الليلة مع أبطال وآخرين، نشوف كل مكان شباب مسيبين ورد حقيقة. جبت لهم وشوفوا هؤلاء الشباب الطيبين مسيبين، جيبوهم المجلس. نقول ما يصير، المسلم في زمان رسول الله يفعل المستحيل، لكن شاب صديقنا ما اطلبوا طالب يعني ها، لا شاب صديقنا يقول ما اجي، اجي تكلمت ويا حتى ما اجي او اجي. او اذا قلنا لهؤلاء البنات المحترمات جزاهن الله خيرا، شوفوا البنات الاخرى اخرى جاره صديقه ام والده بنت، قلنا ما يجون. انت قلت ما يجون، بذل الطاقة مو في سبيل المجلس فقط، في سبيل الحياة، في سبيل العلم، في سبيل التقدم، في سبيل الصناعة، في كل سبيل. الرسول قال له لعبد الله بن جحش، يا عبد الله ادعو أهلك إلى الإسلام. فجاء إلى بيته ودعا جماعة بيته، ما أدري من جماعة بيته موجودين، لكن كأنه من الحديث يظهر هذول جماعة البيت موجودين. وأقر عليهم وأقر 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 حتى هدى كلهم إلى الإسلام. ذاك اليوم اللي مسلم مضطهد، فكروا في هذا الشيء، كلهم هداهم إلى الإسلام. الكفار عرفوا أوه هذول صاروا مسلمين يصلون لا إله إلا الله محمد رسول الله، والحبسة أخذوا في اضطهاد. اضطهاد يعني شنو؟ يعني السب، يعني الضرب، يعني إهانة. لا الحكم حكومة بدهم من الشعب، حكومة مكة حكومة ارستقراطية، أبو جهل وأبو لهب وصفوان وغير ذلك، هذول الحكومة كانوا. والشعب ضدهم، شعب عباد الصنم كلهم. فحكومة وشعبا ضد المسلمين أخذوا الاضطهاد. يجون إلى المجلس ما يجاوب بسلامة. ما يقوم يحترم، يريد يشتري شيء ما يبيع له. أخت عزة يريد يزوجها ما ياخذوها. ولد عزة يريد يتزوج منهم ما يتزوجوه. قصص طويلة كلكم سامعين، قصص رسول الله واضطهاد المشركين له. أخذوا يضطهدونه، فجوا إلى رسول الله، يا رسول الله أهل مكة يضطهدونه،
ويحترمون وبالحقيقه الصعب كلش صعب ان تقرا وتدق الى السجن وقالوا دخلت السجن على مصعب عليك. اما انا وقفت في المجلس الناس بصقوا في وجهك. صدق هذا اصعب من السجن سنه. اذا جئت في المجلس الناس داروا وجههم عنك. صدق هذا اصعب من سنه سجن. لا شك فيه اهانه. بعد مدة قبل الاضطرادات جاء عبد الله بن الجحش إلى رسول الله إيمان واقع نحن يعني ما أقول كل بأقل شيء نصير من الميدان. هذا جواب ريبورها اللي قال ما أدري طويت الأرض أو طغرت. لا لم تطوى ولم تطوى. قوة الإيمان قوة العزيمة قوة التصميم. جاء رسول الله عبد الله بن جحش يا رسول الله يضطهدنا اهل مكه ولا نطق. قال لهم فروا بدينكم الى الحبشه. الحبشه يعني مكه اللي فيها دينه. هذا لا سهل الواقع. الرسول قال وخفي لنا اهل مكه يحلون يطلعون الى ايران. لان اذا عرفوا انهم يريدون الخروج يقتلوهم قتل. ممنوع وكل واحد يخرج من البلد. ممن يرتبط بمحمد صلى الله عليه واله وسلم. خفية بالليل اجوا على البحر جدي بحر جدي شايفين وركبوا سفينة مجهولة يعني سفينة مو مربوط بها المكة يعرفون شادوا إلى الحبشة. ذهبوا إلى الحبشة. حبشة أكو عمل أكو فلوس. بني ملك حبشة كان أثيوبيا الحاضر هذا من غسطه يحكم هذا من ذاك اليوم أسلم حبشة. هلا غيروا اسمها حتى طويتنا أثيوبيا. وهذا السرية اللي تعارف هذول المسلمين من زمن رسول الله ببركة هؤلاء المسلمون المجاهدون. ملك حبشة ملك طيب قال للمسلمين إني مستعد أن أعطيكم أرضا تزرعون عليها هذا يصير ذلك. أخذوك لك يا شاب لا فلوس لا مال لا دار لا أي شيء مستعد ان نعطيك فرد قطعه ارض انت تزرع انت تكرم انت تسقي انت تحفر انت تطحن انت تبيع انت تاكل. عبد الله فر هو وثلاث من اخواته الى ارض حبشه وملك حبشه قال لهم حيث اني انسان طيب اجعلكم لاجئين سياسيين لا باس وهذه قطعه ارض لكم. المؤرخون ذكروا ان هؤلاء اشتغلوا ليل نهار في الشمس في الحر في البرد ويقولون اثيابهم كانت مهلهله ومشكشكه بحيث يستحون من ان يظهروا للمظهر. شوفوا الثياب الجميله ببركه ثياب اولئك صارت الثياب الجميله. لا اكون رايحه يغسلون الثياب اكو صابون للفقراء اللي ما عندهم اكل. لكن إيمانهم قوتهم شخصيتهم الدينية اشتغلوا هناك واشتغلوا وأكلوا واشتغلوا ومضى من وجودهم هناك ما يقارب 8 سنوات أو أكثر ما أدري 8 سنوات على أقل تقدير. ثم جاء هؤلاء لما الرسول هاجر إلى المدينة هؤلاء أيضا سمعوا بأن المسلمين صاروا في رخاء وفي دولة جديدة خرجوا من الحبشة قاصدين إلى أرض المدينة المنورة. هو أخواتهم الثلاثة وصلوا إلى المدينة ورحب بهم المسلمون لكن متغيرين طائرين أسود من الشمس. حبشة توفي بعد إفريقيا إفريقيا توفي ضعاف أكل ماكو تغير كامل في وجوه وأجسامنا. استقبلهم المسلمون فرحوا بأنهم واصلين إلى هناك ثم دعوا بقية عائلتهم الذين كانوا في مكة خفية التحقوا بهم. لا تكن العائلة الشيبة بقوا في مكة ما تمكنوا من الهروب وإنما الأربعة تمكنوا من الهروب. عبد الله بن الجحش وأخواته الثلاثة الذين هربوا إلى الحبشة. هذول الشباب أنت ما أدري أخواته أكبر مني أصغر مني يوم هربوا على 20 سنة تقريبا. ولما وصلوا إلى المدينة أول ما لقي رسول الله قال يا رسول الله ادع الله أن يرزقني الشهادة.
وذاك اليوم المؤرخون ذكروا عمره 34 سنة، يعني 14 سنة في الصهاد والتشريد والجوع والذل وعار وكل شيء. وبعد ذلك استقبل رسول الله، يقول يا رسول الله أنا أريد منك أن تدعو الله لي الشهادة. شو هؤلاء المسلمين لهم الحق أن يقدموا الدنيا وما لهم الحق أن يقدموا الدنيا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارزق عبد الله بن الجحش الشهادة. في تلك الأيام اتفقت حرب أحد تروحون إلى المدينة المنورة، حقيقة روحوا إلى قبور هؤلاء الشهداء الأعظام، حقيقة أعظام، إنسان 14 سنة في الصهاد ثم أخيره يريد الموت في سبيل الله. شوفوا أي إيمان هذا الإيمان. وتبدأ إذا رجعت إلينا هذه الحالة، يعني حالة الإيمان، حالة الجهاد، حالة التقوى، حالة حب الله ورسوله، فتبدأ 20 سنة يصير أكثر من أمريكا وأقوى من أمريكا. إذا ظللنا كل طاقاتنا لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، اشترى، أنت ما إلك مال، ما إلك نفس. إذا أنا ما أقول لكم تصيبوا حال الله، الشيء الذي تتمكن من خدمة الإسلام، من هداية الناس، من بناء المؤسسات، من أي لون، وكل إنسان له إمكانيات، لكن بإيمان وصمود. الرسول قال اللهم ارزقه الشهادة. اتفقت حرب أحد، حرب أحد المسلمون خرجوا للحرب شيء تلقائي، يحبون الشهادة مو فرار. المسلمون راحوا إلى الحرب. حومة أحد المسلمون خيموا، ومن جملتهم عبد الله، هذا الرجل الذي له من العمر 34 سنة و 14 سنة في الصهاد. هل المسلمين كانوا قاعدين قاعدة بطبيعة الحال الذين يحاربون يسمون قاعدة، اتشنت حد حتى وصلت نوبة عبد الله بن الجحش. قال عبد الله بن الجحش اللهم إني أحب أن أرزق في سبيلك القتل، واللهم إني أحب أن قاتلي يجدع عمري وأنفي يقطعهما حتى إذا لقيتك. حقيقة إيمان هائل. حتى إذا لقيتك قلت يا الله في سبيلك قتلت وجدع أنفي ونذل. قال هذا الكلام بالليل، غدا صارت الحرب، حرب أحد، وبالليل فحصوا القتلى، وإذا عبد الله بن الجحش مقتول ومجدوع أنفه وقرنه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدق. جيبوا هذا الصدق للمسلمين اليوم، 20 سنة المسلمين يتغلبون على العالم، نفس الإسلام، إسلام نفسه. وإنما نحن تغيرنا لا أكثر ولا أقل من هذا. فالريبون يقول لا أعلم هل صغرت الكرة الأرضية في يد المسلمين أو أنها طويت طية كطي الورق. لا يا ريبون، ما صغرت الكرة الأرضية في يد أولئك المسلمين، ولا طووها طي كطي الورق والسجل، وإنما إيمانهم الصادق، وإنما وصاهم، وإنما تضحيتهم، وإنما جهادهم، وإنما بذل كل طاقاتهم في سبيل الله. هذا هو الشيء الذي سبب لهم تلك العزة إلى اليوم. صاروا أعاجيب في العالم، مثل ما الآن أعاجيب بالعكس. نحن المسلمين الآن أعاجيب بالعكس، يقول الفقير مليون هم وعدهم فلوس وعدهم كل شيء، وإسرائيل أكثر منهم. نحن أعاجيب في الحقيقة، لكن أولئك أعاجيب في درجة صعود، ونحن أعاجيب في درجة نزول، فرق بين العاجب. وفي هذه الآية المباركة التي تلوناها الله يذكرنا بهذه الحقيقة، حيث يقول وزخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. بعد ذلك يقول وكنا فاعلين. أنا أحتاج إلى العمل حتى يصير.
وهو اللي ربنا بعد الجمعة الوصف. الله يقول بالإرادة ليس لا بالإرادة وبالعمل. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.